انا قاعد اصفصف صبحه بشوف الخراب اللي الدمار اللي عمله الاحتلال، خرب الاجهزه، خرب الادويه، كب كلها مكسره كلها معموله، يعني عدم الحياه في مستوصف صبحه. يعني بطلوا الناس لقيتها من وين بدهم يجيبوا، من وين بدهم يتعالجوا، وين بدهم يروحوا، وين بدهم يجوا. احنا سكان الشجاعية بيتنا راح من اول الحرب، لانه يعني في مراكز كثير انهدمت، ما فيش الا هو كان ضايل يعني في الشجاعية يجوا على الناس. ايوه وراح هذا هو، الله يعني ما بدنا نروح، لا حنضل هان ان شاء الله. خلص وطني هان، بلادي هان، بدنا نستقر هان، بنفسنا نشوف لنا يوم استقرار من يوم 12 شهور، واحنا من الشرط من هلا هان.